نذهب إلى العاصمة السعودية الرياض مع زميلنا سعود العازمي منفذ تلفزيون دولة الكويت، ينضم إلينا عبر الهاتف. صبحك الله بالخير سعود، يا ريت تعطينا فكرة كيف هي الاستعدادات للقاء المرتقب بين قيادات البلدين الشقيقين، وأكيد كيف هي الأجواء لديكم في المملكة العربية السعودية. صباح الخير ما، وصباح الخير على السادة المشاهدين. تتزين شوارع عاصمة المملكة العربية السعودية بأعلام الكويت جنبا إلى جنب مع أعلام المملكة العربية السعودية، بالتأكيد ترحيبا بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه اليوم إلى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات مع القيادة السعودية تهدف بالتأكيد إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين. والحديث عن هذه الزيارة لها دلالة خاصة كونها الزيارة الأولى لحضرة صاحب السمو بعد تسلمه مقاليد الحكم. وأيضا مها الجدير بالذكر، هناك ثلاث أنواع للزيارات الرئاسية بالمصطلح الدبلوماسي، أولها زيارة دولة وزيارة رسمية وزيارة خاصة. أما بالنسبة لزيارة حضرة صاحب السمو للرياض فهي زيارة دولة، وهي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات، ولها بالتأكيد مراسمها الخاصة وبرامجها المميزة. للحديث عن تاريخ زيارات سمو الأمير إلى المملكة العربية السعودية، كانت تقريبا 9 زيارات لسمو الأمير حينما كان وليا للعهد، كان آخرها في 11 من نوفمبر الماضي حيث ترأس سمو وفد الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض. وبالتأكيد قبلها كانت هناك قمم كثيرة حقيقة بقيادة المملكة العربية السعودية كانت موجودة فيها الكويت مشاركة، ويرأس وفد الكويت سمو الأمير. وبالتأكيد الحديث يعني نتكلم عن الكويت والمملكة العربية السعودية، نتحدث عن علاقات متجذرة، نتحدث عن علاقات تجاوزت حتى أبعاد العلاقات الرسمية بين الدول إلى مفهوم الأخوة والمصاهرة تربط بينهما أواصر النسب والجوار والتاريخ وبالتأكيد المصير المشترك، إلى جانب تنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، وهذا تأكيد للتعاون الوثيق الذي رسخته قيادتا البلدين عبر الزمن ورؤيتهما الواعدة. وأيضا تعكس هذه الزيارة، زيارة سمو الأمير، الحرص المتبادل لدى قيادتي البلدين على التواصل والتشاور المستمر حول مجمل القضايا، استكمالا لنهج متأصل لدى البلدين للدفع قدما بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب. أيضا هذه العلاقة الخاصة، لماذا نتحدث عندما نذكر المملكة العربية السعودية والكويت أنها علاقة خاصة غير عن باقي أي علاقة لدولة بين دولة أخرى؟ تجسدت هذه العلاقة خصوصا في أبهى صورها في الموقف السعودي المساند لدولة الكويت والمدافع عن شرعيتها واستقلالها أثناء الغزو العراقي عام 1990، واستقبال أيضا المملكة للقيادة السياسية والحكومة والشعب على أراضيها ومساهمتها الفاعلة في تأسيس التحالف الدولي للمشاركة بتحرير الكويت. وهذا أيضا لم تألي أيضا الكويت جهدا في تأييد السعودية في كل الصعد والتضامن التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. نعم، يعطيك ألف عافية طبعا زميلنا سعود العازمي.